أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني وما الدليل على ذلك؟ وما نصيحتكم لمن يسمع الأغاني وجزاكم الله خيرا؟ سماع الأغاني حرام، دليل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، كما جاء ذلك في عن ابن مسعود وغيره من أهل العلم في تفسير الآية. وكذلك من الدليل على تحريم الغناء ما جاء في صحيح البخاري أن قوما في آخر الزمان يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحرير يلبسه الرجال، والخمر، والمعازف. والمعازف هي آلات الغناء وآلات اللهو، فاللهو محرم وهو لهو الحديث. من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً.